هاي جايز، شلونكم؟ شو اخباركم؟ اليوم قاعده بالبيت، حمد سافر، فاليوم وباكر ما عندي شيء، فصراحه تمك بالبيت، ما رحت فطرت مكان، يعني ما رحت بيتنا ولا شيء. انا شي لما حمد يخليني شوي يصير فيني ان شوية كآبة تحوشني، يعني عرفتوا. المهم بس إن شاء الله يعني في شي خطط. نور كلمتني قالت لي خلينا نروح باكر نتفطر برا وكذي. أنا ما أفضل إني أنا أتفطر برا، بس هي تبي تطلعني يعني عشان ما يضيق خلقي وكذي، شوي دراما أنا لما يصير لما أحاول يسافر. المهم فش يسمونه، فقلت أبي أسوي لكم فيديو، بس ما راح أسوي توتوريال لأنه ما راح اروح مكان. يعني باكر اسوي توتوريال وانا طالعه معاها، اقدر اسوي توتوريال واقدر بعد اصور لكم شويه كذي برا. اتوقع بروح سيفورا عشان شيء اعدل نفسيتي، يعني مع ان سيفورا بالكويت ما في شيء يعني، بس ان اتوقع اروح سيفورا، اروح شيء اماكن مكياج يعني. يمكن اتوقع حتى يمكن ما نتفطر، يمكن ناخذ شيء قهوه ونقعد نفتر بالسوق، يعني احس شي. يمكن بعدين لما نرد البيت نطلب لنا اكل او سحور وكذي. فقلت شنو اسوي اليوم؟ اذا ما راح اسوي توتوريال قلت خلينا نسوي جنطة الميك اب مع بعض. شوفوا انا شريت هذه البراند، عرفتوه؟ هذا لونج تشامب. انا صراحة مو وايد احبه، بس شفت ان عندهم جنطة صغيرة وانا كنت قاعد ادور على جنطة صغيرة عشان نسوي فيها شيء، يعني هذا اللي تصير كل شيء ميني سايز الميك اب. فلقيت عندهم هذه، فهذا اصغر شيء انا حصلته، يعني هذه اصغر جنطه انا شفتها. وايد دزيتوا لي فيديوهات حق جناط اللي تصير في الباك باك الصغيره مالت لولو ليمون، سالت مو موجوده، ما عندنا اياها. وشفت بعد دزيتوا لي جنطه نفس ديور شي تصير صغيره، وجنطه شانيل. هذول صار لي فترة أدور عليهم، هم يعني يعطونهم هدايا لما تشترين مكياج يعني من البوتيك، مثلا مال شانيل ميك اب أو ديور ميك اب. رحت بدبي وسألتهم وقلت لهم أنا شوفوا أنا راح أشتري اللي تبونه، بس أنا أبي هذول اللجنات تعطوني إياهم هدايا، إذا ما راح تعطوني هاللجنات فأنا ما أبي أشتري. فكان يقولون لي إن أصلا ما عندنا اللجنات هذه، فما أدري عادي يعني. فمع ان انا وايد اشتري منهم بس ما يطلعون لي هدايا كذي. يعني اذكر المره الوحيده اللي طلعوا لي شيء كان حلو بسلفريدج، شريت من شانيل وعطوني نفس فوطه، كانت يعني تونس. بس عاده الهدايا اللي يعطونا اياها تصير يعني خرابيط، يعني عرفتوا اللي تستر وما ادري شنو، يعني مو الهدايا، يعني مو نفس اللي نشوفها بتيك توك تصير مثلا حمره شي صغيره حيل، بس شكلها حمره مو شكلها تستر، عرفتوا؟ او مثلا يصير فاونديشن شي صغير. فهذولا ما حصلتهم. المهم كان اشوف هذه قلت انها حلوه وصغيره واقدر اسوي فيها الميك اب، ويمكن احط لها نفس كذي هني تشين واخليها يعني شي سويتش مفتاح يعني، ويكون فيها الميك اب هني. الحين انا عندي وايد مكياج، بس ما ادري عاد شنو اللي راح نقدر ان احنا نحطه هني. يعني شوفوا انا كنت كل شيء صغير اشتري اخشه هني، الحين قاعده افلترهم عشان نشوف يعني شنو نحط. وايد عندي اشياء، يعني عندي مسكرة هذه مالت تارت كذي صغيره، عندي بعد هذه مالت تارت صغيره، عندي كذي ديور، عندي ملك، هذه مالت بنفيت، عندي بعد هذه مالت شو يسمونها سيفورا. فعندي وايد مسكرات صغيره، هذه بعد شنو، هذه اربن دي كي همنا صغيره، بس انا نقيت هذه احلى واحده واكثر واحده انا احبها اللي هي شانيل. شي صاير شكلها تونس، حدها تونس حدها حلوة. فهذه أبي أحطها والجنطة. أوكي فهذه راح نحطها. إنزين عندي بعد شوفوا كونتور، كنت ماخذة هذول الأثنين شاريتهم ملوت ملك صغار، درجة بيكت والدرجة الثانية ستوكت اسمها، بس بعدين حصلت هذا اصغر منهم، يعني هذا اصغر واضعف، هذا بيكت، فشكلي بحط هذا.
انزين. وعندي بعد هذا الكونسيلر شريته من بوبي براون، يصير كذي صغير، شريته من بلومن ديلز اللي بدبي، عندهم اشياء تكون ترافل سايز يكونون كذي صغار، فخذيت منهم هذا. بس انا عندي بعد هذا تارت، هذا اصغر منه، بس انا عاجبني هذا، يعني احس هذا احلى، حتى درجته احسن يمكن علي. وفي هذا اور جلاس همن، هذا ضعيف بس اطول، فمبدئيا راح احط هذا وبعدين نشوف اذا الجنطه ما كفت اقدر ان انا ابدل. وعندي بعد شوفوا فاونديشن، كنت شاريه هذا من بوبي براون، بس احس همن يمكن انه يكون هو يكفي بس راح ياخذ مساحه، فراح استبدله بواحد من هذول. هذول ملوت شارلوت، هذول كنت اخذهم بالبوينت ملوتي لما اطلب من سيفورا امريكا يكون عندي بوينت، فاخذ كذي هذولا. عندي 7.5 ناتشرال وعندي 6 ورم، احس راح اخذ 7.5 ناتشرال. شكلها بتفول من الحين، واحنا الحين ما حطينا شيء. وعندي هذا بوبي براون اللي هو السكن تنت في اس بي اف 15، فهذا ترى نقدر نعامله معامله الفاونديشن بعد، فاذا صار مثلا احط، احسن احط التنت بدال الثاني، بدال هذا راح احط التنت. و شوفوا اضاءات، راح احط هذه اللي هي انشانت مالت رير، وهم من راح احط انكارج البلاشر كذي. شوف انا بس بشوف شنو يكفي وبعدين راح اطلع الاغراض ونحطهم شي يعني مع بعض. وعندي هذا كنت هم من ماخذته مال ملك اللي هو ورك، بس احس ما راح احطه الحين يعني لانه ما راح يكفي. وعندي هذولا يعتبرون كأنهم نقدر نستخدمهم اي شادوز ملوت بوبي براون، كذي اقلام صغار. واحد جولد امبر، جولدن امبر، وواحد جولدن بينك، والثالث دستي موف. احس راح احط الجولدن بينك، يعني كذي نحطه بعدين الطبطبين يصير كذي حطينا على كل العين، فأحس هذا حلو يعني إنه يصير كنا آي شادو. وعندي ليب لاينر مال رير بيوتي، هذا شنو درجته؟ ما أدري وين الدرجة، بس هو كان بهذا الكت اللي فيه الحمرة واللي شريته من قطر والإضاءة وكذي. وعندي بيرو توك همن مال شارلوت، احس بحط رير. لحظه او خلينا نشوف اي هو يمشي مع اشياء اكثر، يعني رير شويه على وردي، هذا بعد على وردي، بس كنا رير وردي على كورل شويه اللي هو هذا، فاحس ممكن هذا احسن. شكله طويل يدخل. انزين حمر، عندي لازم ننقي، عندي كل هذول، عندي مالة توم فورد درجتها كازابلانكا، حطها مني، هذه توم فورد رير درجتها هامبل، هذه بيلو توك شارلوت، هذه وعندي بامبا شيل مالت هدى، هذه
وعندي حمرة نارز، وعندي ليب جلوس مال بوبي براون. ليب جلوس ينن، شوفوا حلو هذا. ان ذا باف اسم الدرجة. فأحس كني بحط الجلوس، بحطه والله. شوف هو الحمرة، الحمرة حلوة بس أحس راح تاخذ مكان وايد، يعني شوي متينة. وأحس بحط اللي هو توم فورد. عندي بعد هذا اللي هو مال ديور، اللي يسوي شي كبر الشفايف، ابي احطه لانه هو بس وايد صغيرة. انزين عندي بعد ايلاينر مال بنفيت، وعندي قلم حواجب انستازيا، وعندي مسكرة حواجب بنفيت، وعندي بعد هذولا اللي هو التنت، اللي هو الحماية مالت سوبر جوب، بس احس ما راح احطها لان الثاني مال بوبي براون فيه اصلا حماية وفي تنت احسن يعني. وعندي هذا برايمر مال جيرلان، شي اللي بالذهب. وعندي قلم مال ماك البيج، بس هذا وايد مستخدمته فمخلص، فباجي فيه شي صغير. وعندي كاساس اللي هي مسكرة الحواجب. فبحاول الحين خلينا نشوف اذا نقدر ندخلهم، هنطلعهم كلهم نشوف شنو نبدل. يوين سوين، اتوقع هذا ابدله اللي هو الكونسيلر. احط كونسيلر اضعف اللي هو، راح اخذ هذا اور جلاس، هذا درجته سيدر، يصير كونسيلر وتنت. حطينا انجي قتلها. حطينا الكونتور، بلشر، الاضاءة، مسكرة حمرة، كلوز اي شادو، قلم محدد، قلم حواجب تكفى تخل. قلم الحواجب ما يدش، مسكرة الحواجب اوكي. اتوقع هذا عندي اضعف، خلينا نروح منك، اتوقع عندي احصل اضعف منه. هذا ما اقدر احط عطر بعد، مطلعة هذول عطور صغار. هذا يدش والله، واحد دش. وعندي هذه بعد، وعندي سيتنج سبراي مال شارلوت صغير، بس هذا كلش ما يصير. خل نروح بالناك، خل اراويكم عدل. اوكي، وطلعت هذول الثنتين بعد، اللي هما واحدة تان ديب، والثانية اللي هي فير ميديوم كذي. فيلا الحين ندخل بالجنطة. اوكي، سكن تنت مع حماية 15 بوبي براون، كونسيلر اور جلاس درجة سيدر، بيكت من ملك البرونزر، انكارج مالت رير بيوتي الاضاءة، الاضاءة مالت رير بيوتي، قلم نستخدمه كآي شادو من بوبي براون، مسكرة شانيل، ليب جلوس بوبي براون، مسكرة حواجب من بنفيت، حمرة توم فورد،
عطر مال جيزو مال الشعر، محدد رير بيوتي، ايلاينر كات فون دي، قلم بيجي من ماك، هذه مالت فرشة مالت ارماز نخلط فيها الاي شادو، وكان ودي انه يكفي هذه بعد بس ما راح تكفي، ما راح تكفي. راح نحط اللب ماكسمايزر مال ديور و اسفنجة صغيرة من بيوتي بلندر. اوكي كذي، وهذه هي الجنطة. تقون اقدر اسوي فيها توتوريال، يعني توتوريال كامل. احس بس راح يكون ناقص اللي هي بودرة، يعني بس راح يصير ناقص بودرة ويصير اوكي. اوكي فهذه هي، قولوا لي اذا تبوني اسوي توتوريال. انا حيل مستانسة انها كفت، ودي اصورها حق تيك توك بعد بس عاد ما ادري شلون، بس وايد وناسة، حيل تونس. فيا نشوف اذا نسوي توتوريال او لا، بس حيل مستانسة، حيل مستانسة عليها. راح احاول ادور لها شيء، او يمكن اقض هذا بمالت الحزم، اقض هذه واحط لها تشين عشان اسويها كأنها سويتش او تتعلق شي يعني على شيء، حس تشوق يعني. فيا قولوا لي اذا تبون نسوي نجرب توتوريال منها، وان شاء الله باكر اذا طلعنا راح اصور لكم وتحاول اسوي لكم هم فلوج. فيا يمكن هذا الفلوج شوي قصير، بس حسيت انه يعني ابي اسوي الجنطة هذه معاكم شي نسالف شوية، حتى لو انه ما اسوي ميك اب او شيء، بس انه اطل عليكم واشوفكم واسالف معاكم. فيا بس والله هذا كان هو فيديو اليوم، ان شاء الله تكونوا حبيتوا. اذا حبيتوا اعطوا ثمز اب، ولا تنسون تشغلون الجرس او البل عشان يوصلكم نوتيفيكيشن ان نزلت فيديو جديد، فما يطوفكم اي فيديو من فيديوهاتي. واهم شيء اهم شيء اهم شيء لا تنسون تسوون سبسكرايب حق قناتي، لان يا جماعه وي شود بي فريندز. احبكم وايد واشوفكم باكر بالفيديو الجاي، ويلا باي.